وللحديث أكثر عن المجازر التي ترتكبها ميليشيات الدعم السريع في السودان وتداعيات ذلك، ينضم إلينا عبر سكايب من وارسو المحلل السياسي السوداني السيد عادل عبد العاطي. مرحبا بك معنا سيد عادل. ألف مرحب بكم وشكرا على الاستضافة. حياكم الله. ارتكاب المجازر بشكل متتالي مرة بعد أخرى، وكانت في المرة الأخيرة في ولاية الجزيرة، بداية لماذا ترتكب مجازر بهذا النوع ضد المدنيين ويقتل هذا العدد الكبير من المواطنين؟ أولا نترحم على الشهداء جميعا، وثانيا نقول إنه هذا النهج هو نهج قديم لميليشيا الدعم السريع منذ تأسيسها، يعني وعلى يد نظام البشير وقيامها بالحرب القذرة في دارفور، وكانت تقتل المدنيين وكانت يعني تعتدي على القرى وتحرقها وتقتل النساء والحوامل والأطفال. يعني هذا نهج قديم، وبعدها انتقلت إلى الخرطوم عندما تم التحالف الثلاثي بين الجيش والدعم السريع وقوى ما يسمى بالحرية والتغيير في الفترة الانتقالية، فأيضا ارتكبت مجازر، ارتكبت مجزرة القيادة العامة، وارتكبت المجازر بعد انقلاب 25 أكتوبر من البرهان وحميتي على حمدوك، ثم لا تزال ترتكب المجازر منذ بدايتها للحرب 15 أبريل، ووثقت هومان رايت ووتش في 250 صفحة المجازر التي قامت فيها بها في مدينة الجنينة فقط، حيث قتلت أكثر من 15 ألف وسحلت حاكم إقليم أو ولاية غرب دارفور بعد اعتقاله ومثلت بجثته. ما الهدف من ارتكاب المجازر؟ هل هو هدف ديموغرافي؟ هل هو هدف لإخلاء المناطق مثلا؟ ما الهدف؟ نعم، هناك عدة أهداف. الهدف الأول هو بث الرعب في المواطنين وتخويفهم، ويعني إجبارهم على الهرب يعني، وعلى الهجرة والرحيل من مناطقهم، وهذا تم في ولاية غرب دارفور وتم في ولاية الخرطوم ويتم الآن في ولاية الجزيرة، وبغرض يعني غالبا احلال ديموغرافي، يعني احتلال المنازل واحتلال الارض والسيطره على الممتلكات وغيره. وهدد بها حميتي اكثر من مره، كان يقول انه من يملك الخرطوم، من يملك هذا يعني، وحديثهم عن دوله 56 انه هناك نخبه متميزه وهم يجب ان يخلعوا ما تملكوا، وكذلك حديث حميتي انه الخرطوم ستصبح مدينه اشباح تتجول فيها القطط. فكله كان يقول يعني الرجل لم يكن يخفي أهدافه، والآن لا يخفيها، في إنهم هم يريدون يعني تغيير الخارطة الديمقراطية للسودان أولا، ثم بعد ذلك قمع أي شكل من أشكال المقاومة لهم ولو محتملة يعني، وأخيرا يعني بث الرعب يعني إنه هذا الجيش ماذا يفعل في هذه الحالة؟ هل يستطيع الجيش أن يحمي المواطنين وأن يوفر الأمن لهم؟ والله الجيش مشكلته مشكلة يعني، الجيش أولا سمح، وقياداته يعني تحديدا، ليس كل الجيش ولكن قياداته، سمحت بتمدد هذه الميليشيا إلى هذا الحد لدرجة أنها أصبحت جيش موازي، بل يمكن أن تكون أقوى من الجيش الدولة يعني. هذا واحد. اثنان، يبدو أنه ليس هناك أي استراتيجية عسكرية أو أي استراتيجية سياسية لدى قيادة الجيش الحالية، هي تكتفي فقط بالدفاع وهي تتمترس في موقعها، وهي تترك بعض المناطق يعني لا تدافع عنها مثل ما حصل في مدينة نيالا كبرى، ثانية أكبر مدينة في السودان، ومثل ما حصل لمدينة مدني ثالث أكبر مدينة في السودان، ومثل ما حصل للخرطوم نفسها يعني، حيث هناك جيوب بسيطة للجيش تقاوم، والتحية لهم ورفع يعني القبعات لهم، ولكن يعني اكتفوا بالهرب إلى بورسودان، ومن هناك يعني انتظار يعني لا أعلم ماذا جوده، فينتظرون انه ياتي حل من السماء. لن ياتي حل من السماء اذا لم تعلن التابعه العامه، اذا لم تكرس كل موارد الدوله، اذا لم تكون حكومه طوارئ او حكومه ازمات او حكومه حرب، اذا لم توحد الجبهه الداخليه، اذا لم تخلق علاقات خارجيه قويه، فانت ستنهزم يعني، وسينهزم معك الشعب والدوله. نعم. طيب، هذا يتزامن التطورات الاخيره مع يعني وصول المبعوث الامريكي الخاص للسودان او مع تصريحاته التي حذرت من سيناريوهات أسوأ. هل يكتفي المبعوث الدولي او المبعوث الامريكي للسودان فقط بالتحذير والتنويه الى هذه الاوضاع الكارثيه؟ الا تستطيع امريكا ان تفعل شيئا لحمايه المواطنين مثلا، او ان يكون لها دور ما؟
بالتأكيد تستطيع أن تفعل، ولكن هل ترغب في أن تفعل؟ يعني الولايات المتحدة رفعت يدها منذ فترة طويلة عن القضايا الأفريقية عامة والقضايا السودانية خصوصا، وسلمتها إلى وكلاء يعني إقليميين هم لهم مصالحهم الخاصة ولهم يعني أجندتهم الخاصة، وليس من بينها مصالح الشعب السوداني على الإطلاق يعني. فهذا شيء. ثانيا، المبعوث الخاص وكل الطاقم الذي يعمل في وزارة الخارجية والمهتم بالملف السوداني ليست له خبرة وليست له معرفة بالتفاصيل السودانية، وهو منحاز إلى الدعم السريع ومنحاز إلى الجناح السياسي للدعم السريع، قوى الحرية والتغيير أو ما تسمي نفسها الآن بتقدم. فهذه كلها وفي ظل يعني صفقات إقليمية وفي ظل تقاطعات مختلفة وفي ظل الخوف من يعني زيادة النفوذ الروسي وغيره وأشياء كثيرة يعني لا ليس من بينها مصلحة الشعب السوداني، يجب على الولايات المتحدة، يجب على المجتمع الدولي، على الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية أن تبذل جهدا أكبر في إيقاف يعني هذه المأساة الإنسانية. أكثر من 10 مليون مهاجر ومرحل ونازح، أكثر من 19 مليون طفل خارج المدارس، أكثر من يعني المجاعة تحاصر أكثر من 10 مليون و25 مليون لا يتغذون جيدا. يعني نحن نتحدث عن أكبر مأساة إنسانية ليس في أفريقيا وإنما في العالم، ولكن العالم يصم أذنيه ويبتعد وينشغل بقضايا أخرى. كيف تفسر تعاطي المجتمع الدولي مع القضية السودانية الآن بهذا الشكل على هذا النحو من عدم الاهتمام أو الاكثرات للحالة الإنسانية الموجودة، علما بأنه في كثير من المواقع في العالم كان قد أبدى اهتماما بالغا بما يحدث هناك؟ يعني نعم، يعني نرى ما يحدث في أوكرانيا وكيف يهتم به العالم، وما يحدث في غزة والصراع الفلسطيني الإسرائيلي وكيف يهتم به، حتى الصراع اليمني يهتمون بها أكثر، يعتبرون السودان دولة هامشية أولا ليس فيها مصالح يعني عميقة استراتيجية مثل النفط أو مثل الغاز أو غيرها، فهي دولة فقيرة وشعب فقير، ويعني هذه يعني من آخر اهتماماتهم. ثانيا أيضا يعني هم ملوا من المشاكل السودانية بصراحة، يعني لأنه نحن لا نستطيع إدارة خلافاتنا ونحن من أوقعنا نفسنا في هذا المطب. يعني إذا نظرت لكل هذه الدول أوكرانيا أو فلسطين أو غيرها تجد أن هناك طرف آخر معتدي، ولكن في حالتنا هو صراع داخلي يعني، والصراع الداخلي زلق ومن الصعب الدخول فيه ومن الصعب التورط به، ويعني أيضا يتخوفون يعني أمنيا يتخوفون أنه إذا دخلوا بشكل قوي قد تتعرض لمصالحهم، قد تتعرض أمنهم الشخصي إلى الخطر، فيتكون السودان يعني هكذا يعني. نعم، هل ثمة تغيير أستاذ عادل؟ نعم. هل ثمة تغيير ما قد يجري؟ لأنه الآن أصبح السودان ساحة لأكثر من لاعب إقليمي، وبالتالي هل يمكن أن يحدث تغيير ما لطرف على صالح الطرف الآخر، للطرف الأقوى المدعوم أكثر؟ كيف يمكن قراءة المشهد على هذا الصعيد؟ والله هي الأطراف اللاعبة في السودان الداخلية هي أطراف حمقاء يعني. يعني الدعم السريع كان مدعوما من قبل فاغنر ومن الامارات ومن غيرها من الدول وروسيا الى حد ما، ولكن تحول هذا الامر الان، الطرف الروسي يدعم الحكومه السودانيه او يدعي ذلك. ايضا الحكومه السودانيه التي لم تفلح في انها تجذب اي دعم اقليمي او دولي معتبر الان تهرب في اتجاه ايران وتهرب في اتجاه روسيا، وهذا حل ايضا ليس سليما لانه يدخلنا في عمق المشاكل بوليتيكال او الجيوسياسيه، ويجعلنا طرف من الصراع يعني، مما يمكن ان تجعل دول اخرى يعني الان تدعم الدعم السريع او حتى لا تدعم الحكومه يعني، او تنظر الى الحكومه باعتبار انها يعني متواطئه مع الطرف الروسي اللي هو يحارب الغرب في اوكرانيا يعني. فهذا ليس من الحكمه في شيء. ايضا عدم وجود يعني خط سياسي استراتيجي للحكومة السودانية أو خط عسكري استراتيجي، وعدم يعني الاهتمام بإيصال أنه هذه حرب على الشعب السوداني، ليست فقط حرب على الجيش السوداني أو الدولة السودانية، ولكن هي في المقام الأول حرب على الشعب السوداني. ولكن القدرات ضعيفة، ويعني هؤلاء نفس الناس الذين انقلبوا على حلفائهم بغض النظر من رأينا في ولاة الحلفاء، وهم من نفذوا مجزرة القيادة العامة، وهم من يتمسكوا تمسكا مرضيا بالسلطة، ولا يريدون يعني حتى استيعاب القوى التي تقف الآن مع الجيش ومع الدولة.
لا يريدون استيعابها ولا يريدون الحديث معها، يريدون السير في هذا الطريق الذي أوصل إلى هذه المآسي. نعم، أشكرك جزيلا المحلل السياسي السوداني سيد عادل عبد العاطي، كنت معنا عبر سكايب.